خلال غرفة العمليات التي أعدتها المؤسسة نؤكد استعدادات جميع كوادرنا الطبية والتمريضية والإدارية في مستشفى كلبة للتعامل مع الحالات التي قد تصل إلى المستشفى أو في داخل المنازل إذا ما استدعت الحاجة لذلك. أما بالنسبة لسيارات الإسعاف فإننا على أتم الاستعداد، كما أننا رفعنا من وتيرة العمل على تعزيز وعي الناس وأبرز السلوكيات المتبعة في حالات الظروف الجوية السيئة، وندعو جميع سكان المنطقة إلى ضرورة التواصل مباشر من خلال القنوات المتاحة للمستشفى. ولدينا خطة طوارئ تم إعدادها بشكل مسبق، وأيضا خطط بديلة وفقا للمتغيرات والمستجدات التي ممكن قد تطرأ خلال المخفض الجوي المتوقع. بنأكد أن جميع المرافق والأجهزة الطبية والأسرة في المستشفى على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة والإصابات لا سمح الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.